السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامج سكرتير التحرير. أهلا بكم، يشرفنا بالحضور في استوديو الجزيرة مباشر مصر الكاتب الصحفي أحمد حسن الشرقاوي. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. ومن نيويورك عبر سكايب معنا الكاتبة الصحفية آيات عرابي. أهلا بك آيات. أهلا بك. نبدأ مشاهدينا الكرام بعدد مما ورد في الصحافة الأجنبية، والبداية من الهافينغتون بوست والتي تنقل مقالا جديدا للكاتب الصحفي ديفيد هيرست تحت عنوان غزة صندوق بندورة لنتنياهو. كيف تحولت غزة إلى صندوق بندورة وما هو صندوق البندورة يا آيات؟ هو الحقيقة يعني العنوان هو مأخوذ عن أسطورة إغريقية. العنوان بيقول غزة تتحول إلى صندوق بندورة لنتنياهو. وقبل ما تترك الحقيقة لتفاصيل المقال هشرح بس اللفظ المستخدم، لأنه لما المواطن العربي هيسمع كلمة بندورة هيتطرق لذهنه إنها البندورة اللي هي في اللهجة اللبنانية، إن هي الطماطم اللي هي عندنا إحنا طماطم، ولكن الحقيقة هي غير كده خالص. إن البندورة هي لفظ مستخدم ومأخوذ من الميثولوجيا الإغريقية اللي هي الأساطير اليونانية، وتعني صندوق مملوء بكل الشرور البشرية. في الأساطير الإغريقية بتقول إنه هي واحدة ست كانت يعني من الناس اللي بتحب تعمل مشاكل، وعمل الصندوق ده يكون مفاجأة لكل اللي يفتحه ويكون فيه كل الشرور وبيكون فيه مفاجآت. فهو ديفيد هيرست ببساطة شبه غزة والحرب اللي موجودة في غزة كأنها صندوق مفاجآت بالنسبة لنتنياهو. هتطرق للمقال سريعا. هو طبعا المقال بدأ إن نتنياهو استخدم مقتل الشبان الثلاثة كذريعة لشن مذبحة ضد حماس في الضفة الغربية ومن ثم مهاجمة غزة. ورأى الكثيرين أن هذه المبادرة أو هذه الحرب على غزة قد تكون مفيدة لإسرائيل في الوضع الراهن، ولكن الحقيقة الحرب دي لم تكن إلا بمثابة تفاقم للمشاكل أكثر بالنسبة لإسرائيل أو للصهاينة. كمان ديفيد هيرست بيقول في مقاله أن حكومة الوحدة اللي هي بين فتح وبين حماس كانت حكومة وحدة في الاسم فقط، ترنحت ما بين أزمات من أزمة أخرى مع محمود عباس بصفته الشريك الرئيسي، وإن رواتب 50,000 موظف حكومي في غزة لم يكونوا يحصلون على أي أجر في الفترة الماضية. وبيقول كمان أنه اللي حصل 46 يوم الماضية عملت وحدة كبيرة فعلا ما بين الفصائل الفلسطينية، بحيث لا يمكن لأي فرد من الأفراد إن هو يصف هذه الوحدة اللي تمت على الأرض بالفعل ما بين من يدين إطلاق الصواريخ إلى من يؤيد. ولكن في النهاية المحصلة الرئيسية إن الشعب الفلسطيني بكل طوائفه وبكل أقسامه توحد في هذا الأمر، وإن هو كان بيساند حماس في صدها للحرب عليها من الكيان الصهيوني. كمان ديفيد هيرست بيقول إنه ارتقى قصف حماس إلى مواجهة كاملة للجيش الإسرائيلي، وده عمل زي معادلة توازن قوة ما بين حماس اللي كانت يعني من سنين صغيرة جدا بدأت المقاومة بتاعتها كقوة ضعيفة إلى نظير يناظر الجيش الإسرائيلي. الحقيقة طبعا المقال طويل جدا وانا عارفة، لكنه باختصار يقول انه غزة بالنسبة لنتنياهو كانت عبارة عن صندوق به عدد من المفاجآت غير السارة له. اذا انتقلنا الى انترناشونال بزنس تايمز كده، لان انت عارف طبعا انه يعني غزة يعني بالنسبة لها كانت حتى بالنسبة للانقلاب اللي عمل من بدايته على خنق قطاع غزة وتدمير الانفاق، وفي سبيل الهدف ده قطع شعرة المعاوية زي ما بنقول بين هذه الفكرة بالكامل. واضحة آيات. نريد أن ننتقل إلى الانترناشنال بزنس تايمز والتي تكتب مصر صيف ساخط مع استمرار انقطاع الكهرباء وسط إحباط من الشعب. طيب هو أنا بس قبل ما أكمل في الخبر الثاني، يعني كان موضوع ديفيد هيرست
انه هو بيأكد يعني الحقيقة انه ان حماس انتقلت زي ما قلت لك من كونها يعني مقاومة بسيطة الى ند للجيش الصهيوني بكامل معداته، على الرغم من تفوق الجيش الصهيوني في الدبابات والطائرات، واستطاعت المقاومة انها تحاصر العدو وتوقف حركة الطيران في الارض المحتلة وتبدأ في استنزاف العدو اقتصاديا، وتضع حكومة نتنياهو في أزمة حقيقية، وده يعد صمود اسطوري للمقاومة اثبتت هشاشة الجيوش العربية. الخبر الثاني الحقيقة من انترناشنال بزنس تايمز بتقول مصر صيف ساخط مع استمرار انقطاع الكهرباء وسط احباط الشعب. الحقيقة التقرير بيبدأ بأن أزمة الطاقة في مصر وصلت إلى مستوى جديد في الانخفاض، حيث أن بعض أجزاء من البلاد تكافح فعليا للتعامل مع الأزمة اللي وصلت لانقطاع التيار الكهربائي إلى 6 مرات في اليوم، مع زيادة معدل استهلاك الكهرباء لتصل إلى مستويات قياسية، مع عجز البنية التحتية القائمة في البلاد التي أوضحت أنها غير قادرة على التعامل معها. بيستطر كاتب التقرير نيجل ويلسون وبيقول عادة ما تكون أشهر الصيف أكثر الشهور ارتفاعا في استهلاك الطاقة، حيث يتم تشغيل وحدات التكييف والمراوح في كل الأوقات لمحاولة لتبريد الجو شديد الحرارة. بيقول التقرير أيضا أن وزير الكهرباء محمد شاكر قال في تصريح للصحفيين أن الاستهلاك بلغ 27,700 ميجا وات فوق قدرة الإنتاج اللي هي 22,000 ميجا وات، وأن أثار الفرق ده اللي هو نسبته 20% تقريبا إلى انقطاع الكهرباء المتكرر، مما أدى إلى بقاء المنازل والشركات والبزنس اللي موجود في مصر في ظلام لمدة ساعات. بيقول التقرير أيضا أنه حين الحكومة ألقت انقطاع الكهرباء القياسية هذا العام، ألقت الحقيقة ألقت المسؤولية على الهجمات الإرهابية المزعومة على البنية التحتية للطاقة في البلاد في نقص الطاقة، وان هو ده على الرغم ده الكلام اللي بيقوله التقرير، على الرغم ان ده ليس ظاهرة جديدة. وكمان بيختتم التقرير بيقول في الواقع على مدى السنوات القليلة الماضية أصبح انقطاع التيار الكهربائي شائعا بشكل متزايد حتى صار جزء من الحياة اليومية، وأن مصر عانت من نقص الطاقة منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع مبارك في عام 2011 وترنح الأزمات البلاد ما بين أزمات اقتصادية وسياسية إلى أزمات اجتماعية. وبيختتم التقرير الحقيقة يعني بجزئية مهمة جدا جدا، وهو أنه في الصيف الماضي تمت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وهو أول رئيس للبلاد منتخب في انقلاب بعد أسابيع انقلاب عسكري بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية على انقطاع المستمر للكهرباء. علاوه على كده انه الحكومه بيقول التقرير كمان انها بتدين بمليارات الدولارات لشركات النفط والغاز العالميه، وان الشركات دي يعني اظهرت تردد كبير في استثمار المزيد من رؤوس الاموال في البلاد دون رؤيه عوائد مرضيه على الاستثمار وسداد القروض. نعم. الخبر الثالث اللي معايا الجاردن البريطانيه، رجل دين مصري يقول مسموح للرجال التجسس على النساء في الحمام. بالظبط كده، التفاصيل في عجاله سريعه عشان الوقت بس، يعني الجارديان بتقول ان اسامه القوسي الداعيه السلفي المتشدد يشعل شراره الغضب في مصر بعد ان قال ان الرجل يمكنه او الرجال يمكنهم التجسس على المراه لمشاهدتها وهي تستحم طالما رغب في الزواج منها. وده دفع الحقيقه الغضب الى من العلماء المسلمين الاخرين، وان كان بيقول هو يعني حسب التقرير ان كنتم صادقين حقا واراد الرجل ان يتزوج تلك المراه وكنت قادرا على التخفي ومشاهده رؤيه الاشياء التي لن تمكنك من رؤيتها قبل الزواج منها، اذا فهو جائز ومقبول ما دام لديك نوايا الزواج حسب ما جاء على لسان القوسي. في شريط فيديو، الحقيقة الشريط ده متداول على الانترنت وتمت ترجمته عن طريق شبكة أخبار العربية. الحقيقة كلمات القوسي أثارت انتقادات شديدة جدا حسب ما أوردت الصحيفة من أولئك الذين قالوا أنه استخدم الدين لكسب الاهتمام، يعني لجذب الاهتمام بما يقوله. وبتقول التقرير أيضا بيقول أن وزير الدولة للشؤون الدينية
لوزير الدولة في حكومة الانقلاب طبعا محمد مختار، انه رجل وزير الدين الأوقاف. وامثاله قائلا: اين هي شيم الشهامة والرجولة في مشاهدة امرأة تستحم وهي تسمح، وهل تسمح بهذا ان يحدث لابنتك؟ واكد طبعا مختار ان اي فتاوى واي تصريحات اسلاميه لا يجب ان تصدر من اي شخص، ويجب ان تصدر فقط من رجال دين مؤهلين. واستنكر في اقواله ان اقوال القوسي تعد لعنه على الاسلام، او تعد اقوال ملعونه يعني. نعم طبعا، نذكر ان القوسي بيختتم بعد هذه الجارديان الخبر. التصريحات اصدر تصريحات اخرى فيها نوع من انواع التراجع، وقال ان هذه كانت فتوى قديمه، وابدى تصريحات فيها نوع من التراجع عن هذه المقوله الى بي بي سي نيوز، والتي تقول: بي بي سي ترصد الهاشتاج الاكثر رواجا، كيف ان رساله مصر الى شرطه فيرجسون جاءت بنتائج عكسيه. اذا لا زالت الصحف الامريكيه تهتم بانتقادات الخارجيه المصريه لممارسات الشرطه الامريكيه. بالظبط كده. يعني الحقيقه الهاشتاج اللي احنا هنتكلم عليه ده البي بي سي عملته تحت، كانت بتتكلم على الهاشتاج انه رساله مصر الى شرطه فيرجسون جاءت بنتائج عكسيه. التفاصيل بتقول: خلال في بدايه هذا الاسبوع طبعا زي ما احنا عارفين انه دعا احد المسؤولين المصريين الشرطه في فيرجسون الامريكيه الى ممارسه ضبط النفس، والحقيقه كتير من المصريين استخدموا النداء ده بالتحديد للشرطه الامريكيه لتوجيه النقد إلى الوزراء في حكومتهم، حكومة الانقلاب. والرسالة كانت موجهة في بيان من القاهرة زي ما احنا عارفين إلى استجابة الشرطة المدججة بالسلاح إلى فض أعمال الشغب في مدينة فيرجسون الأمريكية، واللي اندلعت فيها المظاهرات عقب قتل مراهق أسود غير مسلح من قبل الشرطة الأمريكية. ولكن بعض المصريين الحقيقة استخدموا، يعني قالوا إن أمريكا بتستخدم حالة نفاق، وان ده واضح جدا جدا، حيث الاسبوع الماضي بالتحديد صدر تقرير هيومن رايت واتش حول مقتل 800 واستشهاد 800 من انصار الدكتور محمد مرسي في مجزره رابعه. وبيقول انه التقرير بيقول ان مستخدمي تويتر المصريين بيمزحون، يعني بيتمازحوا على بيان الحكومه تعليقا على تعامل الشرطه الامريكيه، فعملوا الهاشتاج ليتم من خلاله ارسال نصائح ساخره للشرطه الامريكيه، ونصحهم بانهم يستخدموا تكتيكات الشرطه زي ما وصفوها. والهاشتاج ده كان ايجي بوليس تيب تو يو اس. أحد المغردين الحقيقة قال: لا تستخدم الرصاص المطاطي، إنها مضيعة للوقت، استخدموا الرصاص الحقيقي بدلا من ذلك. في حين نشر آخر: استأجروا البلطجية تحت رعاية الحكومة للتسلل إلى الحشود النسائية والاعتداء عليهن جنسيا لمنعهن من الاحتجاج. ومغرد ثالث قال: وللدخول تاريخي لما تستفيدوش من الحيوانات المحلية. طبعا هو يقصد موقعات أو معركة الجمل، الجمل زي طبعا ما دخلت الجمال على ميدان التحرير، ويعني هم بيحاولوا أن هم طبعا السخرية يستخدموها البادية بطريقة. في كل هذه التعليقات، وهي بالظبط سخرية في كده، محلها بالظبط كده الحقيقة. إذا نختم بالحقيقة. أيوة، يعني حتى البي بي سي عملت لقاء سريع مع اللي عمل الهاشتاج، وقال إن هو صمم الهاشتاج ليظهر كما لو كان هذا التصريح أو النصيحة للشرطة الأمريكية كقزم، يعني لتقزيم الشرطة المصرية، لأنهم ليسوا في وضع يسمح بتحديد معايير كيفية التعامل مع الاحتجاجات. وبيقول وبالتالي رأى الموقع المغردون أن أيضا هذه هي هيستخدمه النصائح كعمل التي يمكن أن توثيقي. تعطيها الشرطة المصرية للشرطة الأمريكية. نختم آيات بالظبط. بالإندبندنت البريطانية، والتي نقلت خبر تحطم حافلة سياحية في مصر أدى إلى مقتل 33 في شرم الشيخ. الخبر طبعا يعني اكيد تداولته ايضا الصحف المصريه، انه حافله سياحيه اصطدمت بحافله اخرى ادت الى مقتل 33 بقرب من شرم الشيخ. ونقلا عن وكاله انباء الشرق الاوسط عن مسؤول بوزاره الصحه المحلي محمد لاشين قوله، او مسؤول صحه محمد لاشين قوله، ان مواطنين عرب وروس ويمنيين وسعوديين كانوا من بين الضحايا المصابين في التصادم. ولكن الحقيقه صدرت تقارير اخرى لاحقه تقول ان المصابين كانوا من الروس والغالبيه اوكرانيه. والحادث ده وقع طبعا صباح فجر اليوم الجمعه، وده 31 ميل تقريبا من نعم. منطقه شرم الشيخ. طبعا سناتي الى وبيقول كمان تفاصيل ان اكثر، العدد غير معروف تفاصيل اكثر حول لان هذا لسه الحادث لا في الصحافه. يزال جاري رفع اثار نعم الحدث.
سنأتي إلى تفاصيل أكثر حول هذا الحادث في الصحافة المصرية. على كل حال أشكرك شكرا جزيلا، الكاتبة الصحفية شكرا. آيات عرابي كنت معنا من نيويورك، أشكرك شكرا جزيلا. وإلى الصحافة المصرية، ونبدأها بمحور العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. الأهرام في الصفحة الأولى تكتب: بان كي مون يشيد بجهود مصر للتهدئة في غزة. واليوم السابع في الصفحة الأولى: حماس تعدم 18 فلسطينيا في غزة وتتهمهم بالعمالة لإسرائيل. وفي التحرير الصفحة الأولى: حماس تعدم 11 فلسطينيا في غزة بتهمة الخيانة. المصري اليوم أيضا في الصفحة الأولى: حماس تعدم 18 عميلا وهنية على قائمة الاغتيالات الإسرائيلية. وفي المصري اليوم: شهداء يسقطون على قبور الشهداء. وفي المصري اليوم أيضا: نتنياهو يغرد بصورة إعدام فولي لتشبيه حماس بداعش. وفي الوفد في الصفحة الرابعة: هنية يقلل من أهمية اغتيال قادة حماس ويتوعد الاحتلال بدفع الثمن. وفي الوطن الصفحة الأولى: حماس تنفذ إعداما جماعيا ل18 من رجالها بتهمة التخابر، وإسرائيل تواصل القتل. وفي التحرير في الصفحة الأولى: سقوط تركيا أردوغان في معركة غزة. وفي التحرير الصفحة الثانية: تحركات في مجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف النار على الوقف النار في قطاع غزة. هذه هي المنشطات أستاذ أحمد. هناك محور تقريبا غائب في الصحافة المصرية، وهو الدور المصري في المفاوضات. بالأمس أصدر إسماعيل هنية بيانا طالب في مصر بالحديث عن انسحاب الوفد الإسرائيلي من هذه المفاوضات، وقال إنه هذا الانسحاب هو إهانة للمفاوض المصري. الآن ليس هناك أي حديث على الدور المصري، وإنما الحديث عن إعدام عدد من العملاء في قطاع غزة، والذين وصفتهم الوطن بأنهم من رجال حماس. هو طبعا غياب رد فعل مصري على مسألة الانسحاب ده، أولا الانسحاب ده نوع من الاستخفاف بالوسيط المصري، ده يعني مسألة طبيعية جدا كانت تقتضي على الأقل حفظا لماء الوجه لو سلطة الانقلاب والناس اللي فيها يعني عندهم قدر من يعني قدر ولو ضئيل من يعني من المهنية حتى في العمل السياسي والعمل الدبلوماسي كانوا طلعوا بتصريح يستنكر هذا، ويعني ويقول انه انسحاب الوفد الاسرائيلي لا يخدم المفاوضات، لا يخدم التوصل لحل اي شكل. انما صمت سلطه الانقلاب وعبد الفتاح السيسي عن هذا يؤكد مجددا وللمره الالف تواطؤ سلطه الانقلاب مع الاحتلال الاسرائيلي. طيب هذا على المستوى الدبلوماسي، اسمعني بس هقول لك على المستوى الاعلامي لماذا ليس هناك، يعني نحن نتذكر التويت التي كتب اسماعيل هنيه من قبل وقال انه فتح الله لنا معراجا الى السماء بعد ان اغلقوا علينا الابواب وجوار الله خير من جوار الظالمين، هكذا كتب. فكل المذيعين في قنوات رجال الاعمال المصريه، عدد كبير من المذيعين تحدثوا ان انت بتنتقد مصر وان انت الزم حدودك وانهالوا عليه بالانتقاد. ما هم دول مش اعلام، دول ابواق سلطه الانقلاب، صوت سيدهم هنا هو سلطة الانقلاب وعبد الفتاح السيسي، فهم الناطقين بصوته، فلا تعول على هذا الكلام. خليني أقول لك أنه غياب رد فعل مصري أثبت للمرة المليون أنه سلطة الانقلاب في مصر وعبد الفتاح السيسي متواطئة مع إسرائيل. العدوان على غزة 2014 أسقط ورقة التوت الأخيرة عن عبد الفتاح السيسي باعتباره ليس قائدا وطنيا، ليس مواطنا يعني لا تجري في دمائه يعني دماء عربية أصيلة لكي يقف هذا الموقف المخزي لكل مواطن مصري شريف مما يحدث في غزة من العدوان الإسرائيلي على غزة. خلينا أقول لك أنه الدور المصري تقريبا انتهى، احنا الحديث الآن بيدور حول تدخل أوروبي في الموضوع المصري، لذلك تجد نغمة الصحافة المصرية ووسائل الإعلام المصرية هي التحول عن هذا لأداء دورها التقليدي في يعني ممارسة الربح والتشويه للأخوة المجاهدين في غزة. عايز أقول لك نقطة، لما يجي يقول لك عنوان واحد بتاخده كل الصحف: حماس تقدم 18 من العملاء اللي موجودين هناك، وتيجي صحيفة تقول تنفرد وتقول انه دول رجال حماس، رجالها اولا نقعد من التشويه الواضح جدا، واضح جدا انه عايز يقول انه بتقدم رجالها. مين اللي قال انه دول رجال حماس؟ هم رجال حماس دول ده بيتم اختيارهم بالفرازة، والمجاهدين كتائب القسام لمن لا يعرف بيروحوا يختاروهم من سن 13 ل 15 سنة من مدارس تحفيظ القرآن، وبيعملوا لهم نوع من التربية النفسية والبدنية والتدريب على القتال وغيرها، علشان كده بنشوفهم قادرين يتصدوا لهذا. فهي الإعلام المصري إذا جاز التعبير بين قوسين طبعا، يعني هو مش إعلام، الدعاية المصرية الرخيصة
اللي نعم. موجودة في مصر، أصوات سيدهم السيسي، واضح جدا ان هم ما قدروش يعملوا غير كده. طبعا يعني ذكر ان هذا العنوان انفردت به جريده الوطن: حماس تنفذ اعداما جماعيا ل18 من رجالها بتهمه التخابر واسرائيل تواصل القتل. اما المصري اليوم مثلا فاختارت عنوان: حماس تعدم 18 عميلا. عميلا. ده عنوان مهني ادق. وهذا هو الذي ورد ده فيه. عنوان مهني ادق. وانا عايز نعم. اقول انه يعني من منذ ان يعني تولت حماس بعد الانتخابات الاخيره في 2005 موضوع السلطه في غزه، اول حاجه عملتها تخلصت من العملاء الاساسيين، وما كانت حماس تستطيع ان تصمد وتقاوم ضد العدوان الاسرائيلي في 2008 اواخر 2008 اول 2009 و2012 و2014 ما لم تتخلص من عملاء الاحتلال الاسرائيلي. لا. الان بعد مقتل ثلاثه من قاده كتائب القسام في العمليه الاخيره، وبعد جولة المفاوضات عقب مباشرة جولة المفاوضات الفاشلة اللي كانت موجودة في القاهرة، هناك علامات استفهام كثيرة أثرها العديد من الكتاب والمحللين حوالين دور هذه الجولة من المفاوضات ومسألة الاتصالات التي تمت ببعض الناس هناك في الإيقاع أولا في العملية ضد محمد الضيف، كلها شكوك ليس هناك ما يؤكدها. وطبعا تزايدت هذه الشكوك بعد العناوين المريبة التي وردت في عدد من الصحف المطبوعة بالأمس في مصر، وكان أبرزها عنوان الوفد الذي كتب: مقتل قياديين فلسطينيين متهمين بقتل الجنود المصريين، إلى كارثة الحادث المروع بطريق شرم الشيخ والذي حظي بتغطية واسعة الأهرام في الصفحة الأولى: مصرع 38 وإصابة 41 في تصادم مروع بشرم الشيخ. وفي اليوم السابع الصفحة الأولى: كارثة، مصرع 33 وإصابة 41 في أكبر حوادث الطرق. وفي التحرير في الصفحة الأولى: دماء على الطريق الدولي، نزيف الأسفلت يفرم 33 شخصا على طريق الطور شرم الشيخ في تصادم بين أتوبيسين. وفي المصري اليوم الصفحة الأولى: كارثة على طريق شرم الشيخ. المصري اليوم الصفحة الأولى: دماء وأشلاء تغطي طريق شرم الشيخ طور سيناء. المصري اليوم في الصفحة الثانية: محافظ جنوب سيناء صرف 10,000 جنيه لأسرة كل متوفى و2000 جنيه لكل مصاب. وفي الوطن الصفحة الأولى: نوم السائق يقتل 33 على طريق شرم الشيخ. وفي الوفد الصفحة الأولى: جمعة حزينة في شرم الشيخ. الوفد الصفحة الثالثة: مصر الأولى في حوادث الطرق عالميا بقتيل كل ربع ساعة. إذن تغطية مكثفة لهذا الحادث المروع، كلها تتحدث عن الأرقام وعما حدث، ولا تتحدث عن الحكومة ولا عن الرئيس ولا عن المسؤولية السياسية حول هذا الحدث. طبعا زي ما احنا اتفقنا من الاول ان هم ابواق سيدهم، وبالتالي سيدهم لا يمكن ان يعني يرضى باي انتقادات في هذا الوقت. هم لا يعملون لخدمة القارئ ولكن يعملون لخدمة النظام السياسي الموجود. الحادث ده استمرار لمسلسل الاستهتار بارواح المصريين، استمرار للتقاعس الكبير عن يعني منع إراقة دماء المصريين، فالنظام الانقلابي وسلطة الانقلاب التي تقتل المتظاهرين في الشوارع بالرصاص بدم بارد لا تتورع أبدا عن أنها تغمض العين أو تتجاهل تماما المطالب مشروعة جدا للمصريين بأن يتم يعني تأمينهم واتخاذ الاحتياطات الواجبة لمنع إراقة دمهم بهذا الشكل. هذا الحادث الذي يضعنا على رأس دول العالم في حوادث الطرق، نوع استمرار هو النظام الانقلابي ده، استمرار للنظام مبارك اللي كان لا يعبأ ب 1033 ماتوا في العبارة السلام 98 وغيرها من الحوادث التي مات فيها ليس فقط العشرات بل المئات بل عشرات المئات من المصريين. استمرار نزيف الأسفلت كما نطلق عليه في الصحافة والإعلام، هذا الطريق هو طريق مزدوج أو طريق يعني اتجاهين في 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 في, في اتجاه واحد، رغم أنه طريق مهم جدا وطريق حيوي. ووفقا لمحافظ جنوب سيناء يقول أنه سوف يصرف 10,000 جنيه لأسرة كل متوفى و2000 جنيه لكل مصاب. يعني ما أعرفه أنه هناك خطط منذ فترة يعني تزيد عن 10 سنوات لازدواج هذا الطريق اللي ما بين شرم الشيخ والمنطقة الموجودة وتور سيناء، لكن هما لم يفعلوا شيء. المسألة لها علاقة بالقيود التي تفرضها معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ومسألة هل سلطة الانقلاب عندها القدرة على أنها تقوم ببعض المشروعات اللي بتخدم التنمية والتوطين في هذه المناطق، ولا القضية مقتصرة على المشروعات الدعائية زي الحفر على النشف في قناة السويس وغيرها، واللي هنيجي ليها في الكلام بعدين. لازلنا في الأخبار الخدمية والأخبار الاقتصادية، والبداية من اليوم السابع التي تكتب في الصفحة الثالثة: الزراعة تستعد لطرح لحوم عيد الأضحى بأسعار تتراوح بين 45 و50 جنيها للكيلو. وفي اليوم السابع الصفحة الثالثة: الحكومة توافق على قانون التصالح مع مخالفات البناء. وفي اليوم السابع الصفحة الأولى: طوارئ بالحكومة
غدا لتنفيذ تكليفات الرئيس بحل أزمة انقطاع الكهرباء. وفي التحرير الصفحة الأولى: وزير الإسكان لا تصالح في مخالفات المباني الخطرة. وفي التحرير الصفحة الأولى: مصادر 3 مليارات جنيه الحصيلة السنوية المتوقعة لتطبيق قانون الضريبة العقارية. التحرير الصفحة الثانية: الكهرباء تمنع إصدار النشرة اليومية وتحسن ملحوظ في المحافظات. وفي التحرير الصفحة الأولى: كماشة التضخم تخنق الحكومة، معدل التضخم العام السنوي ارتفع من 8.2% إلى 10.6%. وفي المصري اليوم الصفحة الرابعة: انفراجة في أزمة الكهرباء ومؤشر الأحمال أخضر. وفي المصري اليوم أيضا: القوى العاملة فرص عمل في الخليج براتب 12000 جنيه وسكن وتذاكر طيران. وفي المصري اليوم الصفحة الخامسة: صرف 33 سلعة تموينية عن يوليو وضخ 14000 طن سكر يوميا. وفي الوفد الصفحة 11: انتعاش تجارة الظلام بالإسكندرية، سوق سوداء للمولدات والكشافات والأسعار نار. أما موقع المصري اليوم الإلكتروني فينقل عن رئيس مترو الأنفاق: جنيه زيادة في سعر التذكرة لتحديثه وعشان نسمعك موسيقى. لو بدأنا بهذا العنوان الأخير، طبعا هذا كان حوار لرئيس مترو الأنفاق في أحد الفضائيات، نقلته تقريبا كل وسائل الإعلام المصرية، يتحدث عن أنه هيزودوا سعر المترو 100%، يعني هيزودوا جنيه عشان كما قال عشان نشغل موسيقى للركاب في مترو الأنفاق. طب الناس في مصر مش عايزة لا موسيقى ولا عايزة نيلة، هي عايزة توصل لشغلها الصبح بالسعر اللي تعودت عليه، خصوصا أنه نفس العناوين اللي بتقراها بتتكلم عن ارتفاع معدلات التضخم. معنى ارتفاع معدلات التضخم من الناحية الاقتصادية أنه الراتب اللي بياخده المصري إذا كان مثلا على سبيل المثال مثلا يعني 1000 جنيه، لما يزيد التضخم ويرتفع قيمة الألف جنيه، قيمة ما تشتريه الألف جنيه من السلع والخدمات تقل. يعني لو كان بالألف جنيه بيقضوه 20 يوم من الشهر وبقية الشهر بيكونوا خلصوا في العشرين يوم، ده معناه انه مع ارتفاع معدلات التضخم انه راتبه هيكفيه 15 يوم، معناه انه مستوى معيشته بينخفض. وبالتالي العنوان الاخر اللي كنت بتتكلم فيه اللي هو انتعاش تجارة المولدات في مصر، سوق الظلام والحاجات اللي بهذا الشكل، دي بتفكرني بانتعاش تجارة المولدات بعد في العراق بعد الغزو الامريكي الانجلو امريكي للعراق سنة 2003. حصل انه محطات الطاقة والكهرباء وغيرها فيها نقص شديد جدا، فالعراق كله تقريبا كان بيعيش على المولدات، فيبدو انه الاحتلال العسكري لمصر بيؤتي بنفس النتائج اللي جاء بها الاحتلال الانجلو امريكي اللي هو الانجليزي البريطاني والتحالف الدولي ضد نظام صدام حسين بعد 2003. مصر بتعيش ازمه حقيقيه وخطيره جدا، والمواطن المصري بيشعر بثقل ووطئه الازمه الاقتصاديه الموجوده. على الناس ان يعبروا عن غضبهم، وعلى الناس ان ترفض هذا الامر. طيب بالحديث يعني عن استهلاك الكهرباء، موقع الوطن الإلكتروني منذ دقائق نقل عن البنك الدولي قوله إن استهلاك الكهرباء ضعيف جدا في مصر. وفي هذا الخبر تناقض كبير بين الرسم البياني الذي يظهره الموقع الرسمي للبنك الدولي عن متوسط استهلاك الطاقة الكهربائية الضعيف جدا مقارنة بالعالم، وبين تصريحات الحكومة بشأن الاستهلاك الضخم والمطالبة المتصاعدة بالترشيد. متوسط استهلاك الفرد في العالم من الكهرباء يبلغ أكثر من 3000 كيلو وات في الساعة، ويصل استهلاك الفرد في مصر نحو 1700 وات في الساعة، فارق هائل يقر طبعا عدد من الخبراء. إذن استهلاك المواطن المصري من الطاقة الكهربائية أقل من متوسط أو تقريبا نصف المتوسط الذي يستهلك في العالم، ورغم ذلك كل المطالبات تطالب المصريين بترشيد الاستهلاك. ما هو أنت عارف ده بيعكس إيه؟ يعني بيعكس أنه المصريين ليسوا في حالة الرفاهية، ليسوا في حالة أنه مستويات معيشتهم يعني على الأقل تصل إلى الحد الأدنى من المواطن العادي، متوسط المواطن العادي في أي دولة في العالم. لأن المواطن العادي لما بتزداد مستوى معيشته ولما تزداد حالة الرفاهية اللي عنده، لما بيبقى دخله مستقر وعنده استقرار، بيلجأ إلى أنه يبقى عنده وسائل الراحة والرفاهية، التكييف وغيره وغيره. إنما المتوسط العام في مصر منخفض بهذا الشكل، ده معناه أنه الغالبية العظمى الساحقة من المصريين يعني لا تعيش في المستوى اللي مفروض أنها تعيش فيه بسبب الأنظمة اللي موجودة، وخصوصا النظام الحالي اللي هو يعني يصر على أن يزداد الفقراء فقرا وعلى أن يزداد الأغنياء غنى. هذا نظام رأس مالي متوحش لا يعمل لمصلحة الفقراء، يشتغل بالدعاية بتاعته وأبواقه على تزيين
الأمور بالنسبة للناس، والخداع البصري والخداع الوهمي والخداع السمعي، كل أشكال الخداع بيمارسها على الشعب المصري حتى يعني يحافظ على الناس اللي موجودة داخل هذه اللي أنا بنسميها حظيرة النظام العسكري، إنهم يدنهم قابعين فيها راضين، وأبواقه تقعد تتكلم وتقول لك هنستحمل، هنستحمل، هتستحمل إيه يعني؟ طيب اليوم السابع نقلت عنوان طوارئ بالكهرباء غدا لتنفيذ تكليفات الرئيس بحل أزمة الكهرباء، هل كانت الحكومة تحتاج إلى تكليفات من الرئيس حتى تحل أزمة انقطاع الكهرباء؟ والله كلمة تكليفات دي بتكلم يعني بتفكرني على طول بنظام حكم مبارك، يعني لما كان بيطلع عاطف عبيد، الناس اللي من سننا اللي عارفين الوقت ده، كان دايما يقول كلفني الرئيس وتكليفات الرئيس وكلمة تكليفات الرئيس، فيعني طبعا نفس الجرنان امبارح كان منشطه محلب يذاكر تكليفات الرئيس. يعني هي عودة مرة أخرى لمبارك ستايل، يعني سيسي ستايل، استنساخ جديد لمبارك ستايل، نفس النظام مسؤوليه ونفس حكوماته وأبواقه الإعلامية، بس الفارق الوحيد أنه حتى في أشد نظام مبارك سوادا في كل الأمور كان هناك أصوات وكانت هناك معارضة وكان هناك نوع من الزخم الغير موجود الآن على الإطلاق في مصر، وده بينذر بنتائج كارثية في بعض الأحيان. يعني المتأمل للمشهد السياسي يعني لا يستكين ولا يستريح إلى هذا الخمود أو الخمول المؤقت في المعارضة السياسية، لأنه اللي بيدقق في الأمور بعمق واللي بيعرف الشعب المصري كويس بيعرف أنه بعد فترة الهدوء والسكون دي طالت أم قصرت بيجي نوع من الفوران والثورة العنيفة. بالحديث عن الفوران والثورة العنيفة إلى خبر تناقلته عدد من وسائل الإعلام عن قطع الطرق والاحتجاجات لعدد من المجندين في الأمن المركزي المصري، اليوم كتب مجندون يقطعون طريق الإسماعيلية القاهرة اعتراضا على طول مدة الخدمات الأمنية، ومصر العربية مجندون يقطعون طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، واليوم السابع على الموقع الإلكتروني كتبت مجند قوات الأمن يقطعون طريق الإسماعيلية القاهرة. الخبر الذي صدر في البداية على أنه خرج المجندون وقطعوا الطريق الرئيسي مما أدى إلى ازدحام شديد في هذا المحور المروري الهام، أثر على منطقة القاهرة بسبب زيادة ساعات الخدمة، ثم خرج بعض المصادر الأمنية قالت لا ده كان بسبب مشاجرة بين عدد من الضباط وعدد من العساكر. والله أي مكان السبب واضح أنه في يعني تململ منذ فترة، مش يعني ده أحد تجلياته الخبر اللي احنا سمعناه ده، إنما في يعني معسكرات الأمن المركزي بالتحديد حيث تمارس السخرة بأبشع أنواعها، السخرة التي تمارس من جانب الضباط على المجندين الفقراء اللي هم غالبا غالبيتهم العظمى الساحقة من غير المتعلمين، وبالتالي بيمارس عليهم أبشع أنواع السخرة في فترة تجنيدهم القصيرة. الوضع ده وضع لو نفتكر انه كان فيه تمرد كبير سنة 86 احداث الامن المركزي اللي هو يعني خرج من المعسكر اللي موجود 87 اعتقد انه كان 86 87 حاجة زي كده، وانا فاكره ده كويس، انا فاكره كويس قوي لاني كنت في الجامعه، ولما اتفرض حظر التجول اضطرينا نمشي من ميدان الجيزه لغايه مدينه نصر، مشيت في حظر التجول، في حظر التجول اول مره يعني. فالحقيقه انه اشكال عدم العداله واشكال عدم المساواه اللي موجوده داخل الامن المركزي اللي هو بحسب تشكيله من الاساس كان ميليشيا لحمايه النظام الحاكم، فاستمرار وجوده بهذا الشكل واستمرار اساليب التجنيد فيه والمجندين اللي بياخدوهم من طبقات فقيره ومن غير المتعلمين، واستمرار الضباط في ممارسه اشكال من السخره عليهم، ده بينذر من ان لاخر ببعض الخروج مثل هذا الخروج، وده مؤشر خطر جدا ما لم يتم تدارك هذا الامر من الاساس. هنا نتذكر ان احد القضايا التي يقف بسببها حبيب العدل خلف القضبان هي قضيه تسمى قضيه السخره، حيث ان كان عدد من جنود الامن المركزي يبنون له فيلا يشيدون له فيلا رغم انهم مجندون في الامن المركزي. الى عدد من الاخبار المتفرقه اليوم السابع في الصفحه الاولى، الكسب غير المشروع المعلوم لنا من اموال مبارك بالخارج 1.5 مليار جنيه، وفي اليوم السابع الصفحه الثانيه موسكو تتجه لتزود القاهره بصواريخ S-300، وفي اليوم السابع الصفحه الثالثه نقل هشام طلعت مصطفى من السلام الدولي لمستشفى مزرعه الترى، واليوم السابع في الصفحه الثانيه سقوط 70 إرهابيا متورطا بالتحريض على العنف في المحافظات، وفي اليوم السابع في الصفحة الأولى الأحزاب الإسلامية تتجه للمشاركة السياسية والانسحاب من تحالف دعم الشرعية، وفي التحرير الصفحة الأولى الشرطة تحمل قتلة في حلوان، شقيقان يقتلان شابا تقدم لخطبة شقيقتهما وقسم الشرطة يتستر على الواقع، والمباحث لم تحرر
محضرا، وفي التحرير أيضا رسميا دعوة قضائية من إصلاح الجماعة الإسلامية لحل البناء والتنمية. وفي التحرير الصفحة 9 مدارس سلفية موازية في المساجد خارج سيطرة الدولة، المناهج السلفية تحتوي على سؤال هل صليت على النبي اليوم، والطلاب يوزعون الكتاب الطائر على زملائهم في المدارس. وفي المصري اليوم الصفحة 3 السلفيون ينجحون في اعتلاء المنابر ومصادر الأوقاف وافقت لمواجهة أفكار داعش. وفي المصري اليوم الصفحة 4 بلومبرج الغاز الإسرائيلي في مصر نهاية العام. وفي المصري اليوم في الصفحة الأولى مسيرات محدودة للجماعة في المحافظات. وفي المصري اليوم أيضا صباحي يدعو للإفراج عن علاء عبد الفتاح وكل سجناء الرأي. وفي الوفد الصفحة الأولى بتهمة تسريب الصور لوسائل الإعلام، التحقيق مع أطباء بالإسماعيلية أجروا جراحة في ضوء المحمول. إذن وفقا لجريدة الوفد بدلا من أن يحاسب من تسبب في هذه الواقعة المشينة قطع الكهرباء عن مستشفى مما أدى إلى إجراء جراحة في ضوء المحمول، يحاكم الأطباء لأنهم سربوا الصور لإجراء العملية تحت ضوء المحمول. هذه هي يعني طبيعة النظم الاستبدادية، طبيعة النظم الديكتاتورية، هو أنه يحاكم من يتسبب في إحراج النظام ولا يحاكم المتسبب الحقيقي عن الجرم الذي وقع. العرض وليس المرض. العرض وليس المرض، الله ينور عليك. هي كده أنه هم بيحاكموا اللي سرب، مش بيحاكم الشخص. مفروض المدارس والمستشفيات فيه حاجات مهمة جدا لا يجب أن تنقطع عنها الكهرباء أبدا في أي لحظة، حضانات الأطفال، المستشفيات اللي بتجرى فيها غرف العمليات وغيرها. لما أطباء يصروا على استكمال العملية تحت يعني بضوء أجهزة المحمول ويحاولوا أن صوتهم يوصل، لا يجب أن يعاقبوا. مفروض أنهم لو في نظم محترمة يكرموا وهم بيوصلوا صوتهم بشكل من الأشكال، لكن هذا النظام لا يسمع لصوت أحد، هو لا يسمع إلا لصوته فقط. إنما الحاجة اللي لفتت انتباهي في العناوين اللي أنت عرضتها دلوقتي، موضوع أنه الغاز الإسرائيلي في مصر نهاية العام، بتبشرنا صحافة سلطة الانقلاب بأنه مصر ستستورد قبل نهاية العام أو في سبيل التعاقد زي ما قالت شبكة بلومبرج الاقتصادية مع الكيان الصهيوني على استيراد غاز طبيعي. هو الخبر الذي ناقشناه هنا في سكرتير التحرير بالأمس. الحقيقة أنه إزاي قيمة الصفقة دي 60 مليار دولار. وانا عايز اقول حاجه بمنتهى البساطه، يعني احنا كنا بنعترض على تصدير الغاز المصري الى اسرائيل، وخط الغاز اللي هو اسمه خط الغاز العربي اللي كان بيمر بالاردن وسوريا وبتاع وتوقف وبيحصل فيه كثير من عمليات التفجيرات وغيرها، توقف عن تصدير الغاز تقريبا، هو متوقف الان. وحقولنا اللي كانت موجوده في البحر المتوسط واللي سلمتها سلطه الانقلاب وهيئة المساحة العسكرية بدم بارد لإسرائيل، تأتي الآن لتدفع من دم الشعب المصري ومن جيوب المصريين الفقراء 60 مليار دولار لاستيراد لاستيراد الغاز المصري مرة أخرى لمصر عبر إسرائيل، ودفع 60 مليار دولار هم ثمن تأييد إسرائيل لسلطة الانقلاب ولسلطة عبد الفتاح السيسي. هذه هي حقيقة الأمر. صدقني أنا كنت محرر البترول، اشتغلت حوالي 4 سنين كمحرر البترول في وكالة أنباء الشرق الأوسط، وفي الوقت ده كانت مفاوضات الغاز مع إسرائيل من فترة طويلة كان بيديرها واحد اسمه ديفيد بن ألي عازر، وده كان وزير البنية الأساسية في إسرائيل في حكومة شارون، وكان هو يهودي من أصل عراقي، إسرائيلي من أصل عراقي، وكان بيجي مصر. مسألة تصدير الغاز لإسرائيل دي مسألة قديمة جدا ولها تفاصيل، ربما يأتي اليوم اللي يجي مؤرخ مصر يكتب عن هذا الأمر، لأنه الحقول المصرية اللي بتبعد أقل من 90 كيلومتر عن دمياط وإدكو، الحقول المصرية اللي موجودة في مناطق تاريخية تخضع لمصر وتم اكتشافها، لكن حقل لفياتان مثلا سيطر عليها سيطر عليها إسرائيل وبدأت تنتج منها. الأول تعاقدوا مع شركة شيل ومع الشركات اللي هي بتقوم بالتنقيب عن الغاز في مصر لتزويدها بالغاز، ثم جاءت الحكومة المصرية جس النبض الأول لما سكت المصريين عن المسألة دي، بدأت مصر تدفع من دم الفقراء المصريين ومن وزنتهم 60 مليار دولار ثمن للغاز المصري. عز هذا غاز مصري بسبب انشغال مصر بالشؤون الداخلية. اليوم السابع تنفرد في الصفحة الأولى بعنوان يقول الأحزاب الإسلامية تتجه للمشاركة السياسية والانسحاب من تحالف دعم الشرعية. لا انا بشوف، بعتقد انه الموضوع ده انا قريته بالتفصيل وفي يعني معلومات كثيره غير دقيقه تستهدف التمهيد لمساله الانتخابات البرلمانيه. في عنوان واحد صادق انه بعض الاحزاب تتنافس على كعكه
الانتخابات، فأنا شلت الانتخابات وكتبت كعكة الانقلاب، لأنه كل من شارك في الانقلاب العسكري مع عبد الفتاح السيسي وسلطته، نعم، هو دورهم الآن اللي ما استفادوش في الفترة الأولانية، دورهم الاستفادة الآن في البرلمان وفي المقاعد البرلمانية. الصراع اللي كان موجود على السلطة بيتم في الانتخابات البرلمانية توزيع، نعم، كعكة من ساهم وفوض وأيد هذا الانقلاب الدموي، نعم، الذي يقوده السفاح عبد الفتاح السيسي. نعم. من الإعلام الإسرائيلي مشاهدينا الكرام نستعرض أبرز ما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية، والتي تناولت لمشادة كلامية حصلت بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وبين بعض الوزراء ومنهم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان. עכשיו למתקפה חסרת התקדים של ראש הממשלה בנימין נתניהו על שריו. זה קרה אמש במסיבת העיתונאים שקיים, הנה תזכורת. אני בכלל מציע לחבריי בקבינט, אפרופו הדברים שאמר שר הביטחון נתניהו, דווקא תנהגו כמו שאני נהגתי. תנהגו בדיוק כמו שאני נהגתי. כשאני הייתי ראש אופוזיציה בזמן לחימה, נתתי את כל הגיבוי לראשי הממשלה, בין אם היו ממפלגתי או לא, וכשהייתי חבר קבינט, בזמן מלחמה, בזמן לחימה. אני אגיד לך מה אני עשיתי. אני נתתי כתף ודיברתי פחות. שמעת על אפשרות של דליפות? שמעתי. כן. אז אנחנו מטפלים בזה, יש הרבה דליפות, אנחנו רוצים לטפל בזה בצורה יסודית. אנחנו מדברים בעצם על בנט וליברמן. הרי ברור שראש הממשלה, בראש ובראשונה, יכול להיות שהוא לא אוהב חלק מההתבטאויות של ציפי לבני בזמן האחרון, יכול להיות שההודעות של יאיר לפיד לא מוצאות חן בעיניו, אבל סופו של דבר, את הביקורת הזאת הוא כיוון לבנט ולליברמן. הוא הגיע למסיבת העיתונאים אתמול אחרי ישיבה של הקבינט, שבמהלכה התפתח עימות קולני בינו לבין בנט וליברמן, ואנחנו שומעים בגדול, הייתי אומר, חוסר התרשמות מוחלט של השרים מהביקורת הזו של נתניהו. כאשר אנחנו מנסים להתבונן ולנתח את מה שנתניהו אמר, הוא אמר שם, כשאני הייתי יושב ראש אופוזיציה נהגתי אחרת, נתתי כתף, דיברתי הרבה פחות. עד כמה זה מדויק כשבוחנים את הארכיון? תראי, זה לא מדויק. קודם כל בוא נתחיל מזה שאני מעריך שהמשבר בקואליציה של נתניהו הוא כזה, שאני מנחש שאחרי המלחמה הזאת יהיו שינויים. זה או ילך לבחירות, או תתפרק הקואליציה. הדבר הזה פשוט לא יכול לעבוד יותר. אני יכול גם לספר לך שהיו אנשים שבאו לנתניהו בזמן המבצע הצבאי, כולל בחירים, ואמרו לו, תפטר את ליברמן, כולל שרים בחירים בממשלה. נתניהו בינתיים לא עשה את זה. מה זה בעצם הקבינט? הקבינט בגדול זה פורום ראשי מפלגות הקואליציה. והקואליציה היא אורגן שלא מתפקד. היא גוף שלא עובד. ולכן, כאשר ראשי המפלגות של הקואליציה נפגשים יחד עם ארדן ואהרונוביץ', אז יש לך גוף שמלא בסנאות ובסכסוכים אישיים. היו כשלים רבים. כשלים בזיהוי האיום, כשלים בהיערכות לקראת האיום הזה, כשלים בניהול המלחמה. ממשלת ליכוד בראשותי תפעל למוטט את שלטון החמאס בעזה ולהסיר את הטילים, את איום הטילים, מעל אשקלון ושאר יישובי מדינת ישראל. בזמן הלחימה, בזמן עופרת יצוקה, בנוגע לאמירה שלו שהוא היה חבר קבינט ולא דיבר וכולי, הוא לא היה חבר קבינט בזמן מלחמה, בזמן חומת מגן, הוא עדיין לא חבר קבינט, ולפני כן הוא פשוט, הוא היה, לפני שהוא היה ראש ממשלה, זה היה הרבה פחות רלוונטי, הוא לא היה חבר קבינט בזמן אחר, אבל מהבחינה הזאת האמירה שלו לא מדויקת. כל זה מחזיר אותנו ליחסים האחורים בצמרת ולעובדה שנתניהו מלכתחילה כלל לא רצה לראות בממשלה חלק מהשרים שיושבים עכשיו בקבינט. אחרי שהמבצע ייגמר, תחל סגירת החשבונות. إذا من الإعلام الإسرائيلي تابعنا تفكك الائتلاف الحكومي الإسرائيلي وأنه بعد هذه الحرب سوف تكرر انتخابات جديدة في إسرائيل. في نهاية هذه الحلقة أشكر ضيفي في استوديو الجزيرة مباشر مصر الكاتب الصحفي أحمد حسن الشرقاوي، شكرا جزيلا. وكانت معنا من نيويورك الكاتبة الصحفية آيات عرابي، أشكرها شكرا جزيلا. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. حلقة الغد يقدمها لكم زميلي بمشيئة الله مجاهد شرارة. في أمان الله.